احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بأحد الشعانين، فأقيمت القداديس والزياحات في الباحات الخارجية والداخلية للكنائس. أغصان الزيتون مرة جديدة تعود لتلوح بين الأيادي، وأحد الشعانين يطل هذا العام كما في كل عام مفعما بأجواء العيد. زياح الشعانين انطلق في بكركي بعد القداس الإلهي الذي ترأسه الكاردينال مربشار بطرس الراعي في الكنيسة الخارجية للصرح البطريركي، وعلى وقع طلبات العيد وترانيمه كانت المسيرة في الباحة الخارجية. في كنيسة الملك رفائيل في الحزمية ترأس رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشيل قصرجي قداس وزياح الشعانين. قصرجي طلب في عظته من السيدة العذراء أن تنور عقول الحكام، وبمشاركة حشد كبير من الأطفال والمؤمنين انطلق زياح الشعانين إلى الجنوب، حيث ترأس القداس المطران جورج حداد وعاونه عدد من الآباء في كاتدرائية القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك، واختتم القداس بزياح العيد. وفي بلدة القليعة ترأس الخوري منصور حكيم قداس أحد الشعانين في كنيسة القديس جورجيوس، وحمل الأطفال الشموع وأغصان الزيتون. وفي الشوف عمت القداديس البلدات ورفعت الصلوات. وفي كنيسة سيدة التلة في دير القمر ترأس الأبات مارسيل أبي خليل قداس العيد في حضور حشد من فعاليات البلدة وأهاليها، وبعدها أقيم زياح العيد حيث جال المؤمنون حاملين الشموع في أرجاء البلدة. المشهد لم يكن مغايرا في كنيسة سيدة المعونات في الزوق، حشد المواطنين كان كبيرا والأطفال بشموعهم زينوا زياح العيد الذي تلى القداس وأطفوا أجواء البهجة على الحضور. ومن كنيسة مار أنطونيوس الكبير في جديدة المتن خرج المؤمنون بالمئات وأحيوا ذكرى دخول يسوع إلى الهيكل. مبارك الآتي باسم الرب، مبارك الآتي باسم الرب، ملك إسرائيل، ملك إسرائيل. مشى المؤمنون في الزياح وجابوا الشوارع حاملين الشموع وملوحين بأغصان الزيتون وسعوف النخيل في مشهد جسد سلام العيد.